رامي رامي اصحى يا رامي اصحى. ايه بس يا ماما بتصحيني ليه دلوقتي؟ الساعة بقت 8، مش معقولة اتأخر عن الشغل. شغل ايه بس ده انا نايم الساعة 3 الصبح. 3؟ وايه اللي نايمك الساعة 3؟ مش معقول تروح من أول يوم اتأخر بالشكل ده. أنا مش فاهم بس وظايف إيه اللي بيصحولها بدري كده؟ وظايف الحكومة كده؟ حلو قوي. إيه بقى اللي يجبرني أنا على ده؟ مستقبلك. 40 جنيه في الشهر وتسميهم مستقبل؟ وبعد 4 سنين جامعة؟ يا حبيبي كل الناس بتبتدي صغيرين وبعدين بتكبر. يلا حبيبي يلا قوم اغسل وشك وتعالى عشان تفطر. يلا. الو. اهلا اهلا يا حبيبتي. كده يا ميمي يومين ما تكلمنيش؟ هو انا مش خالتك ولا ايه؟ ولا رامي شغلك؟ لا 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 انا زعلانه خالص. طب بقول لك ايه، النهارده هنستناك على العشاء. بقول ايه، اختي صاحيه ولا نايمه؟ طب رامي معاك اهو. ايوه يا ميمي. ازاي انت لسه ما رحتش الشغل ولا ايه؟ ما انا رايح اهو، يعني الشغل هيطير. مهم انك تثبت ذاتك. العمل عارف العمل شرف والعمل واجب. ايه انت مش مقتنع بكده ولا ايه؟ مقتنع يا ستي مقتنع. المهم هشوفك النهارده في النادي. اوكي اوكي. طب يا حبيبتي باي. المفاتيح. خد تاكسي النهارده. ليه بقى؟ لصصات في اجازه من امبارح. ما انا عارف، ويا ريت اجازته الطول عشان اعرف اسوق براحتي. اسمع الكلام وخد تاكسي. انت سواقتك وحش وانا بخاف عليك. خلاص انا مش رايح. لا 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 خد اتفضل. يلا ما تجريش بسرعه. حاضر. يلا. بقول ايه بقى حبيبتي؟ ايدك بقى على 20 جنيه. 20 جنيه؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ بنزين وسجاير وشايات وقهاوي واللازم منه. الله، ما انت واخد امبارح 10 جنيه. شوفي انت قلتي بنفسك يا حبيبتي امبارح، يعني كل سنه وانت طيبه. خلصوا. انت مش ناوي تعقل بقى يا رامي؟ اعقل ما بقاش رامي. عارف عارف عارف، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ومبذرين اخوات الشياطين، عارف كل الحاجات دي. سلام. مع السلامه. استنى استنى خد جواب التوصيه ده، هو هروح منك تديه المدير على طول، ده كان صاحب والدك الله يرحمه. طيب مع السلامه حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. وديله المفاتيح وتقول له زي ما قلت لك بالظبط، فاهم يا اسطى؟ انا مش وسطى ولا زفت، انا ما اتخلقتش يا ابني للكلام بتاعك ده. انا متعلم اشتغل ميكانيكي. شوف يا ابني بيلي، اقول لك كلام ولو انك مش هتفهمه؟ في ناس في الدنيا دي اتخلقت عشان تتعب وتعرق وتشرق، في ناس تانية بقى اتخلقوا عشان يعيشوا على قفا الناس دول لانهم اذكى منهم. انا بقى من الناس الاذكياء دي، فاهم؟ ما انت طول عمرك حمار. يلا بالسلامة. سلامة يا استاذ ادهم. صباح الخير. صباح النور. المدير موجود؟ تيميان؟ لا بس انا معايا كارتو. اسم حضرتك ايه؟ رامي. شاعر الشباب؟ ايه ده؟ وعرفتي منين؟ مش هقول لك. اتفضل اتفضل استريح على ما الناس اللي عنده تخرج. هي مواعيد الشغل عندكم هنا من كام لكام؟ من 8 لـ2. طب والاجازات؟ العرض 7 ايام والاعتيادي 21 يوم في الشهر؟ لا طبعا في السنه.
انت بتهزر ولا ما تعرفش بجد؟ ما اعرفش بجد، اصل انا مستجد. وهتتعين هنا؟ جالي جواب التعيين من فتره وجاي استلم النهارده، ولو ان بيني وبينك انا مش محتاج للوظيفه دي خالص، بس ماما هي اللي اصرت. اه، وماما هي اللي ادتك كارت التوصيه للمدير؟ ما عرفتي منين؟ يا سلام، وهي دي عايزه نبقى؟ لا، اصل المدير كان صديق لوالدي الله يرحمه. بذمتك دي مش نكته، عشان اتعين ب40 جنيه اجيب كارت توصيه كاني هدخل بيه الجنه؟ ال40 جنيه دول انا بصرفهم في ساعه واحده. ياه، للدرجه دي؟ على كده انت وارث بقى. ايه ده بقى، احنا هنبتدي ننقي يا ناني. اسم جميل. ميرسي يا رامي. استاذ رامي لو سمحتي. ميرسي يا استاذ رامي. رامي لو سمحتي. وبعدين بقى، حيرتني معاك. تحب تشرب حاجة؟ طبعا احب. ممكن اشوف الفستان الاسود اللي في الفاترينا؟ ازازة برفان من فضلك. لا، حريمي لو سمحتي. بكام ده لو سمحت؟ 360. بكام؟ اتفضلي اسمي. 360. طب في منه رز؟ ايوه في. في ابيض؟ في ابيض. طب انا هروح البنك اسحب الفلوس وهاجي على طول. ممكن تدفع حضرتك عربون عشان احجزهولك؟ لا الحقيقه انا اصلي بتشائم العربين، معلش. اتفضلي. شكرا. صار على ما توصل البنك هيكون الفستان اتباع. هو البنك بتاعك فين؟ في طنطا. مش لا يا سيد يا بدوي، ممكن تروح لحالك بقى؟ ليه بس؟ ما انا عربيتي تحت امرك، 5 سلندر وكلها بزراير بالكهرباء، اعتبرني الشوفير بتاعك. وبعدين بقى انت الظاهر عليك مش ناوي تبعد عني لما اجيب لك امين شرطه. هون عليكي برضو، انا بس عمال عليا تمشي على الارض برجليك. امال الفريرات ولا المذاق مين يلبس همي؟ بقول لك ايه، انا عربيتي راكنه هناك اهي، فكري كده وكبري مخك وحصليني. ماشي. اهلا يا ميمي. انا قاعده مستنياك في الكافتيريا بقالي ساعه وانت قاعد هنا بتلعب. معلش يا حبيبتي، اصل انا بصراحه زوغت من الشغل واللعب خدني. يعني غلطت غلطتين. ليه بقى؟ مره علشان زوغت من الشغل، ومره علشان سبتني استنى. لا، طب انا الحق اغير هدومي بسرعه قبل ما اغلط غلطه ثالثه وتدفعيني 75 قرش. طب انا هستناك في الكافتيريا. اوكي. يعني لا العربيه بتشتغل بزراير ولا حاجه. يعني انت اللي كنت رايحه البنك؟ انت بتشتغل ايه؟ بزنس مان، رجل اعمال. ايوه، يعني بتشتغل في ايه؟ هفهمك بس مش دلوقتي. امال امتى؟ نتغدى الاول في مكان هادي وبعدين نتكلم. اسفه، انا مروحه، ممكن بقى تنزلني في اقرب مكان؟ وتخسري شرف معرفتي. يا سلام، على فكره بقى انت مغرور قوي. انا
انا مش مغرور، انا مجنون بيكي. في الاول اشتغلت نطاط. يعني ايه؟ يعني انط على ظهر المركب، اسلك البضاعه واخد العموله. وبعدين اشتغلت الحساب سنه اتنين، زهقت من حكايه النط دي، لعبت في العمله، دولار استرليني، مارك الماني، فرنك فرنساوي، اي عمله للمصري. شوف يا ناني، الدنيا دي عايزه البني ادم المفتح، تديها فكاكة وفهلاوه وتفتيح مخ، تديك عز ونغنغه، تقفلي مخك مفيش غير الفول المدمس وطوابير الجمعيه. ايه رايك تفتحي مخك معايا؟ افتح بس ازاي؟ تعجبيني. اول خطوه ترمي الوظيفه ورا ظهرك. رميناها. تاني خطوه انا افكر واخطط بعقلي وانت تنفذي بمواهبك. بس انا ما عنديش مواهب. ما عندكيش ايه؟ مواهب؟ بالعكس، ده انت كلك مواهب بس مدفونه تحت الهدوم. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا فند انت ده؟ انت بتشتغل في طابونه؟ تزوغ امبارح وتيجي النهارده متاخر ساعه. هعمل ايه بس يا فندم؟ البلد زحمه زي ما انت عارف، ركنت العربيه بعيد وجيت لحد هنا ماشي. ما زمايلك بيجوا بالاتوبيس يا اخي، ومع ذلك ما بيتاخروش. اصل المصيره كحله يا استاذ عبد الصمد. لا وانت الصادق، ده بالشقم الصحيان بدري. رايح فين يا فندي؟ تعالى هنا. معلش تكينا للمدير. يا بختي من كان المدير خاله يا عبد الصمد افندي. سوري. على فين؟ افراج، قدمت استقالتي. حقيقي؟ ليه؟ ليه ايه؟ ده انا كنت مدفونه بالحي، الناس عماله تديها انفتاح وانا قاعده استنى 2 جنيه اروق كل سنه. اه لازم بقى هتشتغلي في التصدير والاستيراد. في اي حاجه، المهم ابعد عن نفس الدرجه السابعه. طيب والاداره مش هتوحشك؟ مش كل الاداره، المستجدين بس. هبقى اجي ازورهم. اكيد اكيد. طب امتى؟ السبت اللي جاي لما اجي اصرف ال 20 يوم اللي اشتغلتهم. باي باي. مع السلامة. حصل؟ حصل. كتبت الاستقالة مسببة؟ ايوه، كتبت لظروف انفتاحية. دلوقتي انت بقيتي حرة. احسن حاجة في الدنيا يا ناني انك تشتغلي لحسابك. بس المهم اني ما اشتغلش لحسابك انت. انا وانتي من النهاردة شركة 50-50. طب هروح دلوقتي على فين؟ هنقعد في مكان هادي نص ساعة، اشرح لك اول عملية وننفذها فورا. هنعمل ايه؟ هنوصل لحد محل جواهرجي نصب عليه. الاستاذ عبد الصمد مستقصدني، معرفش ايه اللي بينه وبيني، يظهر انه ما بيستلطفنيش. ليه؟ عمل لك ايه؟ بيحاسبني يا فندم بالدقيقة والثانية، مش عايزنا اتحرك من على المكتب خالص. قولي انت جيت الساعة كام النهاردة؟ جيت الساعة 9. انت مش عارف ان موعدنا الساعة 8؟ عارف طبعا يا فندم، بس يعني اسمح لي الدنيا ما تهدتش لما انا اتأخرت ساعة. لا الشغل اتعطل وضروري العبء زاد على واحد زميلك، مش معنى ان انت تعينت بواسطة ان انت تهمل في شغلك. والدك الله يرحمه كان مثال الراجل اللي بيحب شغله ومتفاني في عمله. أرجوك ما تسببليش إحراج أكتر من كده. اتفضل، مع السلامة. يا ابن الإيه؟ ده أنت ولا أرسين لوبين. حاجة بسيطة، أنت لسه شفتي حاجة؟ عجبك؟ يهوس. أنا كان نفسي أقدمولك هدية، إنما ال 8000 جنيه تمن وينفعونا في حاجة أهم يا حبيبتي. هتبيعه دلوقتي؟ لا بكره في اسكندريه، الاحتياط واجب برضه. وشك حلو عليا يا قمر، بكره التعدل والعمليات الكبيره جايه في السكه. لا يا عم، انا من سكه وانت من سكه. ايه خايفه؟ طبعا، مش كل مره هتسلم الجره. تبقيش عبيطه، ده انا ادهم البرنس افوت في الحديد. فوت لوحدك يا اخويا، انا بقى ما عنديش استعداد ادخل السجن. فلا الله ولا فالك،
ما تقوليش الكلمه دي تاني. انت معايا هتعيشي في الجنه، بس قولي ان شاء الله. طيب سوبر لوكس، والايجار 50 جنيه بس، ومقدم 6000. ها ايه رايك؟ مش نقطه؟ تعال افرجك، لو عجبتك نمضي العقد فورا قبل ما تطير من ايدينا. طيب طيب، بس لما اخد راي ماما الاول. ناخد رايها ليه؟ مش مهم راينا؟ ايوه يا ميمي، بس جاز ترفض. ترفض ليه؟ اصل بصراحه بقى هي كانت لمحت لي ان نفسها نعيش معاها في الفيلا بتاعتها. وانت رايك ايه؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ لما تبقى تعرف ابقى اقول لي. يلا بينا. الله، انا مش فاهم بس ايه اللي بيزعلك يا ميم. لما تبقى تعتمد على نفسك وتعرف انت عايز ايه يبقى تعالى قول. يلا. الو، اهلا يا رام. ميمي، ده رامي. دقيقة واحدة يا رام. في ايه؟ مش عايزة تكلمي ليه؟ انتوا متخانقين؟ بعدين اقول لك يا ماما. قولي له نامت. ايوه بس تسمعي وانا بندهلك. عيب ما يصحش كده. قومي كلمي. حاضر. ايوه يا رام. انا اسف يا ميمي. على ايه؟ على اي حاجه زعلتك. بعدين نتكلم، انا مشغوله دلوقتي. طب هشوفك امتى؟ مش عارفه، هبقى اتصل بيك. باي باي. باي. العشاء يا رام. ماليش نفس يا ميمي دلوقتي. مالك يا حبيبي؟ مفيش يا ميمي. مفيش ازاي؟ هو انا مش عارفاك؟ هتخبي عليا انا؟ هي فاهمة نفسها ايه؟ ملكة جمال الكون ولا السفيرة عزيزة؟ هي مين دي؟ بنت اختك اللي قعدتي تقولي لي خطبها. دي طيبة وبنت حلال ومش هتلاقي احسن منها ومش هينفعك غيرها. اهي ابتدت تتنمرض اهي. قولي عملت لك ايه وانا ملص لك ودنها. اجي اكلمها تسيبني وتمشي. اتصل بيها تكلمني بواخة. اكيد زعلتها. ايوه، ما انا عارف ان الحق هيطلع عليا انا، بس لعلمك بقى المره دي مش هتصل بيها غير لما تسال هي. سيبك من الموضوع ده، قولي لي بقى اخبار الفكه ايه. فكت ايه؟ الله، ايه يا ماما؟ عايز يا حبيبتي 20 جنيه. ليه يا حبيبي؟ هقعد شويه كده في النادي مع اصحابي. وماهيتك فين؟ ماهيت ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه، ما خلصت من اول يوم. اه، علشان ما بتتصرفش بعقل. انا مش فاهم بس يا امي، معانا الفلوس ونحرم نفسنا منها ليه؟ أنا مش حرمك من حاجة، والفلوس اللي معانا لو أنا اتصرفت فيها بالطريقة اللي أنت بتتصرف بيها كان زماننا فلسنا. أنا مش هاخد حاجة معايا يا رامي، ومش عايز أموت وأسيبك تتبهدل من بعدي. لا لا لا، وعلى إيه؟ على إيه ال 20 جنيه اللي هيبددوا الثروة بتاعتنا دي؟ بلاش منهم، ولعلمك بقى أنا مش رايح النادي، وهتحبس النهاردة في البيت. أوه، كفاية يا عيال بقى. الله، ما بكرهش في الدنيا قد دموع الستات. طبعا، وانت يهمك ايه؟ يا ريتني ما سمعت كلام، ضيعتني. نعم يا اختي، ما حدش بيضيع حد. انسي بقى الكلام اللي بيقولوه عن شرف البنت اللي بيبقى زي عود الكبريت ما بيولعش غير مره واحده. ده كان قبل اختراع الولعات. امسي بقى وخلينا نشوف مصالحنا. مصالحنا؟ انا مش ممكن اقف اعيش معاك كده، انت فاهم؟ يا بنت هنتجوز، بس اديني فرصه اكون نفسي. حوش المهر وتمن الشبكة، أصلا أحب الأصول. مش دي برضو الأصول يا حلوة؟ ده وقت تريقة؟ أنت جنسك إيه يا أخي؟ جنسك إيه؟ زي جنسك بالظبط يا أختي. إحنا الاتنين من عينة واحدة. لا لينا أهل ولا عزوة ولا سند. لا بقى، أنا بنت ناس وليا حلوة بنت ناس دي.
مين الناس دول؟ بنت عمتك اللي قلت لي عليها انها عايشه في الزقازيق، هتقبلك تعيشي عندها؟ تعيشي عاله عليها؟ تعالى يا نان، تعالى يا اختي، ده انت هنا مرميه في اوضه فوق السطوح، انما دلوقتي بقى بتعايرني؟ الاوضه دي كانت بالنسبه لي قصر، وانا بالي رايق وبعد عن الحرام. بكره الفلوس والالمازات تنسيك الكلام الفارغ ده. بس مش هنسى انك لازم تتجوزني. يا بنت انا بحبك، واللي انت بتفكري فيه ده هيجي وقته، بس رواقي دلوقتي كده عشان نفكر في عمليه جديده. احنا لازمنا حاجات كتير عشان هشنا يكمل. خلصت ال 8000 جنيه تمن البروش؟ الله، هما ال 8000 كانوا بيولدوا؟ المره دي عايزين لنا يمكن 20 30 باكو كده. انا من بكره هرجع الشغل، الملاليم اللي كنت باخدها وبتمطر عليها كانت ستراني. ومال ارجع الشغل تاني، هو على الاقل تبعدي عنك الشبهه. عليا النعم، انت احلى شبهه في الدنيا. اهلا يا نادي، في طريقي اوصلك؟ ولو مش في طريقك برضو هوصلك. اتفضلي. كنت فين المدة دي كلها؟ كنت بدور على شغل. لقيتي؟ أبدا، وجيت أسحب الاستقالة، المدير رفض. وهتعملي إيه؟ هدور من جديد على شغل. أنت خاطب ولا لابس الدب العياقة؟ أيوه، خاطب بنت خالتي. بتحبها؟ يعني ماما اللي اختارتها لي. طب وأنت؟ إحنا مختلفين. دايما بنتخانق. كل تصرفاتي مش عاجباه، مع انك جنتلمان قوي. انا لو منها احافظ عليك وعمري ما زعلك. شبي زيك. برتقان. اوكي برتقان. اتنين برتقان بس. ماشي. ايه سرحانه في ايه؟ فيك. في انا؟ ده انا قاعد معاك. غريبه ان انسان رقيق زيك خطيبته تبقى مش حاسه بيه. هي مش شايفاني بقى رقيق ولا حاجه، دي شايفه ان شخصيتي ضعيفه ومعتمد في كل حاجه على ماما. في بنات بيغيروا من الحمل، بيبقوا خايفين لا يكون حب الشاب لمامته اكبر من حبه لخطيبته، مع ان ده حب من نوع وده حب من نوع تاني خالص. بس ماما دي تبقى خالتها، يعني مش ست غريبه عنها. يبقى اكيد مامتك اغنى من مامتها. ايوه، لان والدي كان غني، ساب لي ماما ثروه كبيره. أطيان ولا فلوس سايلة؟ سوري يعني في السؤال. لا أبدا، أطيان وعمرتين وحوالي 100000 جنيه في البنك. آه، يبقى هو ده السبب. سبب إيه؟ خطيبتك حاسة إن الثروة دي من حقها هي، ومامتك مسيطرة عليك بفلوسها، يعني عقبة. تفتكري؟ أكيد. أنت ذكية قوي يا نان. أرجوني. شكرا. أرجو إني ما كنتش ضايقتك بكلامي. بالعكس، ده أنا سعيد بيكي جدا. أنا أكبر. حقيقي؟ بص في عينيا وأنت تعرف. عرفت. عرفت إيه؟ حاجات كتير. مش هتصور انك بالاخلاق دي. اتفضل. اسأليني يا مين. ايه ده، مين دي يا رامي؟ دي ميمي خطيبتي. استني هنا ما تمشيش. يا مين؟ ميمي استني، ايه اللي انت عملتيه ده؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك تعمل كده. اعمل ايه بس؟ انت فاهمه الموضوع غلط خالص. استني افهمك. اقعد من وشي. فهمتي؟ أنا بحبك يا أدهم. إزاي تطلع
يطلب مني اني اقابله. وعشان بتحبيني يا حبيبتي بقول لك كده. متاكد انك مش هتخليه يمس شعره منك. عمال ايه مقشره؟ واد وحيد امه متدلع. احنا نسلك منه 100,000 جنيه ونقول لامك في العش ولا طارت. يا سلام يا ناني لو ده حصل. يا سلام. 100,000 تبقى خطه العمر صحيح. هغرقك فساتين والمظات. هسفرك اوروبا زي الناس المرتاحه. انت اتخلقت للعز يا ناني مش للفقر. بس توعدي ان احنا نتجوز يا ادهم. اوه اقولها ايه تقول لي ايه؟ الله تقومي تروحي له دلوقتي زمانه مستني. انا بقى اشوفك صدفه. تعرفيه عليا. انا ابن عمتك وانت من عيله كبيره قوي بس من الصعيد وعايشه هنا مع عمتك. وتسيبي الباقي عليا انا. ها؟ يلا حبيبتي. يلا دي فرصه العمر. يلا. اهلا يا نان. الو ازيك يا رامي؟ معقول الشياكه دي؟ ده انت حاجه تانية خالص بالليل. ميرسي. اتفضلي. الفستان ده عمتي جابته لي هديه من لندن. ما قلتليش ايه رايك في المكان ده؟ هايل. تحبي تشربي ايه؟ اشرب فلوريا. لو سمحت. واحد فلوريا. انا قلت انت اكيد اعصابك تعبانه ومحتاج تغير قعده النادي. فاخترت المكان الظريف ده. فعلا اختيار ظريف جدا يا ناني وخصوصا النهارده. اصل انا خلاص فسخت الخطوبه. مالكش حق. ليه كده بس؟ انت دلوقتي زعلتيني خالص. بالعكس ده انت المفروض تقولي لي مبروك. شكرا. اصل انا ما كنتش سعيد معاها خالص يا ناني. تحب ترقص؟ يا ريت. أول مرة برقص فيها مع حد غريب. معقول يا نانا؟ هو أنت لسه لغاية دلوقتي بتعتبريني غريب؟ في الحقيقة لا. نانا أنا حاسس إن أنا أعرفك من زمان أوي. نفسي أحتفل. طيب أقول لك على حاجة؟ قولي. بس ما تقوليش لحد خالص. مش هقول. أنا بحبك يا نانا. ادهم ابن عمتي. طب لو فيها احراج بالنسبه لك انا ممكن. لا 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 مفيش احراج ولا اي حاجه. ادهم ده قصده سبور خالص. شايفين ازيك يا نان؟ اهلا يا ادهم. ادهم ابن عمتي رامي. اهلا وسهلا تشرفنا. وانت رامي؟ بسم الله ما شاء الله. اتفضل حضرتك. لا معلش اصل عندي معاد شغل مع ناس استناهم على ترابيزه ثانيه. يمكن كمان في اسرار عايزين تقولوها ولا حاجه. لا ابدا مفيش اسرار ولا حاجه. ولا انت مش عايز تقعد تتعرف على رامي؟ لا لا قوي. اتفضل. اتفضل. ايه لعب العيال اللي بتشربوه ده؟ يا مد ازازه ويسكي سبيشال. اهلا وسهلا يا استاذ رامي. ناني كلمتني عنك كتير طول النهار والليل بتجيب في سيرتك. مش بقولك ادهم سبور قوي؟ انا اصلا احب الحريه والانطلاق من غير عقد. اول ما ناني جت مصر اديتها اول درس في الحريه. قلت لها سيبك من افكار الصعيد، عيشي حياتك براحتك زي ما انت عايزه ما دام ما بتعمليش الغلط. كويس انك جيت يا ادهم. رامي اصله كان محتاج حد يفرفشه النهارده. اصله فسخ خطوبته على واحده ما بيحبهاش. كده؟ ألف مبروك. ولا يهمك يا راجل، بكرة تلاقي أحسن منها 100,000 مرة. شوف يا رامي، أوعى تزعل على حاجة راحت. أنت ألف واحدة تتمناك.
طول ما انت شباب وجيبك مليان ولا يهمك حاجة. مش انت جيبك مليان برضو؟ دلوقتي يا ماما؟ انت ايه اللي عامل فيك كده؟ انت شارب؟ تلات كاسات، واحد عشان انسى، التاني عشان افرفش، والتالت بقى في صحة ناني. ناني؟ مين ناني دي؟ دي اخر تربيتي فيك، جاي تتطوح نص الليل وماشي مع بنات فسدان يا رامي. الحوض فيك ده اخر صبر يا رب. يلا بينا يا رامي. لو سمحت تحت عمرك الحساب من فضلك يا فندم. اتفضل. شكرا. في حاجة يا رامي؟ موقف سخيف، معيش يكمل. معلش أنا معايا. أنا آسف يا نادي. معلش ما تعملش تكليف، مفيش فرق بيني وبينك. ماما اللي دايما تحطني في المواقف دي. مرسي يا فندم. متشكر أوي. متخيلة إن الفلوس هتفسد أخلاقي، وأدي النتيجة، غني وفقير في نفس الوقت. بس أنا لازم أوضح حد للحكاية دي. لا لا لا، أنا محبش أكون السبب في خلاف بينك وبين مامتك. أنت عندي بالدنيا كلها ناني. أنا بحبك بجنون. أنا مش متخيل إن أنا ممكن أبعد عنك ثانية واحدة. ولا أنا يا رامي. خلاص يبقى لازم نتجوز وبأسرع وقت ممكن. ها قلت إيه يا ناني؟ معلش يا رامي إديني فرصة أفكر. تفكري في إيه بس يا ناني؟ يعني بعد الحب ده كله هتفكري في إيه؟ طب يلا بينا نتكلم وإحنا ماشيين. طيب ايه ناني قلتي ايه؟ في ظروف تخليني متردده يا رامي. ايه هي؟ معلش قافلين اقولها لك دلوقتي. يعني معقول بس هتخبي عليا انا؟ يعني مؤقتا. على فكره انا شفت النهارده في وسط البلد حته فستان انما يهوس بس غالي قوي. انا اصلي عيد ميلادي الاسبوع اللي جاي. ايه مالك يا رامي سرحان في ايه؟ ابدا. طبعا اذنك بقى انا اصلي مضطره اروح دلوقتي. باي باي. مش استني لما اوصلك. لا 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 معلش. ليه؟ اصل الجيران شافوني امبارح وانا نازله من عربيتك. باي باي. تاكسي تاكسي تاكسي. طب هشوفك امتى يا ناني؟ بكرة الساعة 8 في نفس المكان. باي باي. باي. مساء الحب والشباب. ازيك يا ادهم؟ الله. امال ناني فين؟ الله، هو كان في ميعاد بينكم؟ اه طبعا، ده المفروض تيجي الساعة 8 والساعة دلوقتي بقت 10 اهي. حاجة غريبة البت دي، لسه جاية البيت وعارفة إن أنا جاي هنا، ما قالتليش، ما جابتليش السيرة. أنت مزعلها في حاجة يا رامي؟ أنا مزعلها في حاجة. دي هي اللي ابتدت تعاملني بطريقة غريبة أوي مش عارف ليه. إزاي يعني؟ افتح لي قلبك يا رامي. أنت وناني بعتبركوا زي إخواتي بالظبط. بصراحة يا أدهم أنا عرضت عليها الجواز ومش عارف، مش راضية تديني أي رد لغاية دلوقتي. مش يمكن خايفة؟ من ايه؟ اصل ساعات الجواز بيقتل الحب. ايه اللي حب الناني؟ انت اصلا ما عندكش فكرة انا بحبها قد ايه؟
قالت لي اصلها ما بتخبيش عني حاجه ابدا، بس الجواز رام اخويا مسؤوليه كبيره. طب ما انا برضو قد المسؤوليه. ما تاخذنيش يعني، انا مش شايف كده. الله، بتقول كده ليه بس يا ادهم؟ اصل بصراحة رام يا اخويا ناني خدت على مستوى معيشة معين، دي بتصرف وتتفسح وتلبس بمهية 10 موظفين، وانت ما تاخذنيش يعني امكانياتك محدودة. انا امكانياتي محدودة؟ انت الظاهر ما عندكش فكرة. طب ده انا، انت مليان انا عارف، بس يا خسارة ايدك مش طايلة. انت عامل زي اللي في جيبه 100 شيك، كل شيك بألف جنيه بس ما يقدرش يصرفهم لانهم من غير امضه. ما كله هيبقى باسمي. امتى بس؟ بعد العصفوره ما تطير. خدها مني نصيحه يا رام اخويا، الستات يموتوا في الورق الاحمر. اللي معاه ورق احمر يجروا وراه، اللي معاهوش ما يلزموش. معاك ورق احمر؟ ايوه، بس اصل ناني دي ناني زيها زي اي ست تانيه، تزغلل اللي عينيها هديه حلوه، برش، خاتم الماظ، فرير، على. وانا هقول لك ما انت سيدي عارفين. طب والحل؟ مش عارف، بس ما تخبيش عليك، العرسان الجاهزه بيحوموا حواليها وانا خايف تضعف. مش ممكن حد في الدنيا ياخدها مني. اهدى بس، اهدى يا رامي. الله، ناولني مناخيرك. ايه؟ هات مناخيرك. شد. اشد ايه؟ شم يعني بسرعة. اول شمة بقى هتخليك هنا. خد دي، التانية بقى هتوديك في دنيا غير الدنيا. ام ادهم صحيح بتحبني وشايفاني سيء التصرف، بس حبها ليا ده بيخنقني. هو كان في واحد في نفس ظروفك دي ملهاش حل غير انه يخلص من ابوه اللي كان حارمه من انه يعيش ويتمتع بشبابه. يا ساتر، قتل ابوه؟ ده شيء بشع. هو ممكن الحب يخلي الواحد يقتل؟ ممكن قوي. مش بيقولوا الحب يصنع المعجزات؟ ولا انت عندك رأي تاني؟ قصدك ايه يا ادهم؟ ده انت اكيد اتجننت. العكس، انا عاقل قوي. فكر فيها كده بس بهدوء ومن غير انفعال. افكر؟ افكر في ايه؟ في انها تلومني؟ وطي صوتك. انت مجنون، انت مجنون يا ادهم. انا فعلا مجنون اللي مش عايز ناني تطير من ايدك. انا غلطان، الحق عليا. بس اسمع ما اقول لك، ما تبقاش فاتح لي في الموضوع ده تاني، انت فاهم؟ باي باي. جواب ليك يا رب. مين الجواب ده؟ من شركة المقاولات. كويس قوي انها جت منهم. الحمد لله ان هم ما طلبوش كارت توصية علشان يرفدوني. رفدوك؟ وتصوري علشان ايه؟ عشان 15 يوم غياب. قال يعني وقفت حركة الكون لما غبت 15 يوم. انت اللي مخك وقف. ما انتش عارف مصلحتك ولا مستقبلك. قد اخرة استهتارك وتسيبك. ده اللي انا كنت خايف منه. يا ماما ما تكبريش الموضوع بقى. النهارده او بكره انا كنت هسيب الشغل من نفسي. وتروح فين؟ تقعد في البيت ولا تتسكع مع السويعة بتوعك؟ انا ما اسمحلكيش انك بس. يا ريتني ما كنت خلفتك. ساعة سودة ساعة ما خلفتك. انا هسيب البيت. مش هقعد لك ولا دقيقة واحدة. امبارح كان عيد ميلاد ناني، العيلة كلها جت من الصعيد عشان تحتفل بالمناسبة الحلوة دي.
التورته 7 أدوار. هدايا ايه بقى؟ ما اقولكش، تصور كانوا بينقطوا الرقاصه بالدولار. كانت ليله ولا الف ليله وليله. زعلت قوي انك ما جيتش، اعتذرت لها بالنيابه عنك. قلت لها يعمل ايه بس؟ اصل محرج، هيجيلك ايد ورا وايد قدام. اسكت. قالت لي صبرت كتير يا ادهم والصبر فضبية، محتاره بين عقلي وقلبي. قلبي مشدود له لكن عقلي بيرجعني. اسمع كلامي تكسب يا رامي، مش تعرف اني بعزك ومشغول بمشكلتك. عملت لك خطه ما تخرش الميه. اقرا. قطنه بمخدر وسكينه في القلب، وفي النيابه يطلع القاتل حرامي قتلها بقصد السرقه، وكان الله بالسر عليم. يومين اتنين والثروه تبقى بتاعتك وناني بين ايديك. قلت ايه؟ مش ممكن يا ادهم. لا ابعد عني بقى يا ادهم، ابعد عني. مخدر وسكينة في القلب، وفي النيابة يطلع القاتل حرامي قتلها بقصد السرقة، وكان الله بالسر عليم. شفت والدتك امتى؟
هل في اعداء ليك او لوالدتك بالتحديد؟ دي دمها في رقبتي، انا اللي قتلتها. ايوه، لا ايوه ايوه، متاكد ان انا اللي قتلتها. محاولة المتهم رامي كمال مصطفى للكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة قواه العقلية. تقول ايه يا بليا؟ هرجع الورشة تاني عشان نص تزودني 5 جنيه. ايوه يا اسطى، 5 جنيه حتة واحدة. الله. عارف دول بكام يا بليا؟ ها؟ لا. عارف ده ايه؟ احسن يا ابني، اوعى تعرفه، لحسن لو عرفته مش هيكفيك مال قارون لحاله. روح قول للوسطى ادم بيقول لك متشكر، كتر خيرك. هو ماشي في سكه اللي يروح ما يرجعش، يطلع لفوق قوي يقع وتتكسر رقبته. حاجه غريبه. خير؟ تقرير الطبيب الشرعي بيأكد وفاه الام نتيجه جرح نافس في القلب باستخدام اله حاده، ولا توجد اي بصمات على السكينه المستخدمه في الجريمه. وبعد الكشف الطبي على رامي تبين انه كان تحت تاثير حاله نفسيه نشات نتيجه قتل والدته. يعني معنى كده اعترافه بالقتل ملوش اي قيمه طالما لا توجد ادله؟ طبعا. سامحيني يا امي، سامحيني، حياتي من بعدك امر من الموت، ايامه بتعدي، دمك في رقبتي في ايديا، سامحيني يا امي، سامحيني، سامحيني يا امي. ايه الحكايه يا ناني؟ صاحبك يعني بعد ما طلع براه اختفى. انا كلمته كتير في التليفون ما لقيتوش. طب وبعدين؟ ما تقلقش اكيد هيظهر. لا يا ناني، تالي في حاجه غريبه بتحصل في الجو. حاجه زي ايه يعني؟ اصله كان المفروض بعد اللي حصل له ده يجي لي الجري. ما تنساش انها امه برضه. وما تنسيش انت انه بيحبك قوي. انت لازم تشوفيه بسرعه وتفهميه انك واقفه جنبه في محنته. هو اكيد محتاجك جنبه دلوقتي، واحنا اكيد يا حبيبتي محتاجين لفلوسه. انت فاهمه؟ فاهمه. ازاي يا رامي انت بريء؟ القاضي قال كده، انت اعترفت ومع ذلك طلعت براءة، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان القاضي غلط، معناه ان المحكمة غلط، معناه ان القانون غلط، وإلا كان زمانها لسه عايشة فوق. بس ناني هي مش موجودة فوق. أرجوك تهدى يا رامي، أنا ما أقدرش أشوفك بالحالة دي، لازم تتماسك وتبدأ تشوف نفسك ومستقبلك. مستقبلي أنا؟ أنا انتهيت. ها؟
انتهيت. ما تقولش كده يا رام، انا جنبك بحبك. مدي لي ايدك وتعالى نخرج سوا من الازمه دي. ما انا مديت لك ايدي، سحبت ايدك مني. انا كسبتك وكرهت نفسي. انا ما سحبتش ايدي يا رامي. ادهم هو اللي فهمك ان الحب عندي وعند كل الستات فلوس ومظاهر، لكن انا مش كده. انت اللي تهمني يا رامي، انا حبيتك انت ما حبيتش فلوسك. دلوقتي انا كسبت الثروه وخسرت نفسي، ازاي احبك وانا بكره نفسي؟ وتكره نفسك ليه؟ شاب وسيم زيك بيملك الثروه والحب، يكره نفسه ليه؟ لانه قاتل، قاتل مع سبق الاصرار والترصد. نظرة منها بكنوز الدنيا كلها، تكرت حبها بحب الدنيا كلها. سيبيني يا رمى، سيبيني دلوقتي، سيبيني لوحدي يا غالي. يطيروا مننا ولا ايه؟ دول 100,000 جنيه، 100,000 يعيشونا ملوك. انا عملت المستحيل ومفيش فايده، ده اتجنن. اتجنن؟ ده انا اللي كلها كام يوم واخش الصلاه الصفرة. خلاص نسيبنا منه ونشوف لنا عمليه جديده. نعم يا اختي، نسيبنا منه بالبساطه دي. انا اني عملت اللي باين عليك اتجننتي. والحل؟ مفيش جواز هيكون بيني وبينك الا لما نتلاقي مع ال100,000 جنيه، انت سامعه؟ انت بتقول ايه؟ هاتلنا ازازه من جوه. مفيش. كمان؟ حاسب. في ايه؟ مالك يا ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انت عايز مني ايه؟ ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي؟ انا انتهيت. انا بدور عليها ومش لاقيها خالص. هي مين دي؟ سيبني. تعال يا ابني تعال. هاجي معاك في ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، تعال تعال. كفايه يا ابني، اشرب وهدي نفسك. اهدي نفسي ازاي؟ طيب دي هي دمها في رقبتي انا. طب انت تقدر تقولي دم مين بس يا ابني؟ قولي. امي. هو انا بريء صحيح؟ بس بريء ازاي؟ ده انا يا ابني. قول لي بس ايه الحكايه بالظبط؟ هو انت ما بتقراش جرايد؟ يا ابني انا كنت مسافر بره ولسه جاي، ما اعرفش ايه اللي حصل. بتستدرجني؟ حتى انت كمان يا ابني؟ انا في مقام المرحوم والدك ويهمني مصلحتك،
استدرجك ليه بس؟ امي انا اللي قتلتها. ايوه بس هما طلعوني براءه. ايه؟ ايوه انا قتلتها وهم بيقولوا ما قتلتهاش. اعز انسانه في الوجود انا قتلتها. يا ابني انا يعز عليا اشوفك في الانهيار ده. خد ده كارت الدكتور رمزي فيه العنوان، روح له هو هيفيدك قوي هيفيدك. طول عمرها كانت غضبانه علي. ايوه اخر كلمه قالتها لي اطلع ليه العوض فيه، يا ريتني ما كنت خلفتك. بس انا كنت بحبها بحبها قوي. بس كنت حاسس ان هي حرماني من كل المتعه اللي في الدنيا. ايوه كنت حاسس كده ولما حبيت ناني الاحساس ده جالي اكتر خلعني فقتلتها. ايوه قتلتها، جبت قطمه بمخدر وحطيتها على بقها وحطيت السكينه في قلبها في قلب امي. يا ريت ما كانوش هيرموني، يا ريتني كنت اقدر اشنق نفسي. انا عايزك تهدى وتفتكر معايا ليله الجريمه، كنت فين قبل ما تروح بالليل؟ كنت سهران مع ادهم صاحبي. كنتوا بتتكلموا في ايه؟ في موضوع ناني. مين ناني؟ واحده بحبها وقريبه ادهم. وهي بتحبك؟ ايوه. لا مش عارف. كنت بتتكلم انت وادهم عنها بخصوص ايه؟ ما هو ادهم كان بيفهمني ان هي محتاره بين قلبها وبين عقلها، يعني هي قلبها كان بيحبني لكن عقلها هو اللي رافضني. ليه؟ لان انا غني وفقير. يعني انا غني بفلوس امي لكن في نفس الوقت فقير لانها مش فلوسي، وبعدين ناني كانت متعوده على مستوى مادي معين. طيب انتهت المناقشه على ايه؟ مش فاكر. انا ساعتها جالي صداع رهيب وانا قاعد مع ادهم ورحت سايبه وقمت. وادهم قام معاك؟ مش فاكر. انا كل اللي فاكره بعد كده صوره امي وهي غرقانه في دمها. ساعتها انا شفت المنظر ده فقت وصرخت. فقت؟ انت كنت شارب؟ يا ريتني كنت شربت المحيط وما كنتش قتلتها. انت ما قتلتهاش. لا قتلتها مرتين، مرة بتصرفاتي معاها والمرة التانية بجد. مرة بتصرفاتك معاها ومرة في خيالك. لا يا دكتور ما تحاولش ان انت تخفف عني. انا عارف، انا عارف ان انا اللي قتلتها عارف. طيب كفاية كده النهارده. اتفضل يا استاذ رامي. على فضل. الأغراض دي هتاخد منها ثلاث مرات في اليوم. هشوفك بعد بكرة زي دلوقت. وإيه بقى؟ مش عايزك تقعد لوحدك كتير. معلش يا معلم، ابعت لي بس ولو نص جرام بس. ها؟ قلت لك اديني فرصة بس، يعني كام يوم كده. تقول ايه؟ رقصة؟ كام؟ طيب يا معلم اشوفك بالليل في المحل. السلام. مش معقول يا ادهم بتشرب الصبح؟ ها؟ انت مالك انت؟ بشرب من جيبك؟ انا قصدي صحتك.
تتهمك يعني صحتي؟ وانا بيدي ايه بس؟ وما توقفيش كده تفرجي عليا، انا ما عرفتكيش عشان اصرف عليك يا بنت البرنسيسة. خلاص نرجع نشتغل عمليات صغيرة بعد كل اللي عملناه عشان العملية الكبيرة، يعني مؤقتا. بس انا اعصابي تعبانه اليومين دول، ما اقدرش اشتغل. دينا انا عليا شيكات ب 20,000 جنيه للمعلم، تمن الهباب اللي انا شميته ده، لسه كان بيهددني في التليفون. اعمل ايه بس؟ خش السجن يعني؟ اسمعي يا ناني، انت تشتغل يا رقاصه. انا؟ امال يعني عايزاني اخش السجن؟ كفايات بقى يا ادهم، انت عايز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ بقى انت بقى يا حبيبتي مش عايزه حلمنا بالجواز يتحقق، وانا يعني اكون مبسوط لما تشتغلي رقاصه؟ ده على فص عيني من جوه. لكن قولي لي انت بس اعمل ايه؟ اخش السجن يعني ونضيع المشوار الكبير اللي قطعناه؟ بس انا ما بعرفش ارقص. الحكايه مش محتاجه علام، هو في ست في الدنيا ما تعرفش ترقص؟ بس بشرط. عارف هنتجوز، بس حبيبتي نسدد ديوننا الاول. طول ما انت بتشم الهباب ده مش هتعرف تسدد حاجه خالص. هبطله، الله يخرب بيته، والله هبطله. ده هو اللي لخبط لي حياتي وحياتك، ده حتى بقى مضروب اليومين دول. فين سيادتك من زمان؟ بقول لك ايه؟ انتوا جبتوا رقاصة جديدة هنا اسمها ناني؟ لا يا بيه، دي ناني اللي كانت بتقعد مع سيادتك زمان. انت مش واخد بالك من الصورة اللي بره ولا ايه؟ ناني بترقص؟ طب هي فين دلوقتي؟ في اوضتها. فين اوضتها يعني؟ من هنا. اه حبيبتي، بعد اللي عملناه ده كله العملية مش لازم تروح من ايدينا. يا ادهم انا عملت كل اللي قدرت عليه، اصبر شويه بقى لغايه ما يفوق من الصدمه. بقى انا عملت المهمه الصعبه وانت مش عارفه تعملي الاسهل؟ ده انا اول واحد في الدنيا ينفذ الجريمه الكامله زي ارسين لوبين. قتلت امه ونفدت من غير ما اسيب ورايا ولا بصمه، مش قادر انتي الدحل بيه لغايه ما نتلايم على القرشين. انت اللي قتلتها يا ادهم؟ قتلت امي يا ادهم؟ هقتلك هقتلك يا ادهم. حقيقه افظع من الخيال، ناني وادهم. مش ممكن. مش ممكن ايه؟ مش ممكن الشر يكون بالفظاعة دي؟ اتأكدت دلوقتي انك مش انت القاتل؟ ويا ريتني ما اتأكدت. ازاي بقى؟ انت كده خفيت من الوهم اللي عشت فيه طول الايام اللي فاتت. مبروك. دلوقتي بقى ممكن تتصل بالبوليس وتقول لهم الحقيقة. لا، انا اللي عرفت الحقيقة وانا اللي لازم انتقم. اهدى بس كده وحكم عقلك وسيب العدالة تاخد مجراها. لا، انا انتهيت بنهاية امي، يبقى ناني وادهم لازم ينتهوا هما كمان. لازم. طب استنى استنى يا رامي، قتلك زي ما قتلت امه. ارحمني يا ادهم، حرام عليك، انا ذنبي ايه؟ لولاك ما كانش عارف الحقيقه. انا ما قلتش حاجه، انت اللي اتكلمت مش انا. انت اللي اضطريتيني اتكلم. ذنبي يا ادهم، حرام عليك. طب يلا يلا لمي هدومك. لازم نمشي من هنا، المكان ده بقى خطر علينا. يلا حبيبتي يلا.
وحياة دمك اللي راح هدر. عينيا ما هيعرف طريقها النوم الا لما انت املك من ادهم ومن ناني. سامحيني يا ام. انت مين؟ كفايه عياط يا ابني. سيبيني لوحدي. انت عايزه مني ايه؟ سيبيني لوحدي. وانت ازاي تحبني وناني معاك؟ ناني؟ ناني دي ايه؟ اعتبريها انتهت من حياتي خلاص. يا بوسي انت كل حاجه ليا في الدنيا. العمليه دي متقشره، لو نفذناها صح هغرقك فساتين والمظات، هسفرك اوروبا زي الناس المرتاحه. انت اتخلقتي للعز مش للفقر. اشربي. هي ادهم عملت ايه؟ خلاص هنسافر؟ نعم يا اختي نسافر. ممكن بقى توريني عرض كتافك؟ ايه انت بتقول ايه يا ادهم؟ زي ما بقول لك كده. انت عايزه مني ايه تاني؟ مش فاهم اللي حصل؟ عايزه حبل المشنقه يتكف حوالين رقبتي؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا ما قلتلكش تتكلم، انت اللي قلت. انا ذنبي ايه لما خليتني اسرع وانصب معاك؟ خليتني اشتغل رقاصه، ضيعتني وضيعت مستقبلي. ذنبي اني وثقت فيك؟ محدش ضربك على ايدك، كل اللي عملتيه ده عملتيه برغبتك وبارادتك. دلوقتي يا اختي اتفضلي، اتفضلي على الشارع اللي لميتك منه. يلا. انا يا ادهم؟ ايوه انت يا اختي، وزي ما انت بالهدوم اللي عليكي ولو انها اغلى من اللي جيتي بيها الاول.
حياتي. الو. ايوه يا دكتور، انا رامي. قريت الجرايد النهارده، ادهم اتقتل، بس للاسف مش انا اللي قتلته، القدر حرمني من الانتقام. انت مش مصدقني؟ بقول لك مش انا اللي قتلته. مصدقك مصدقك يا رامي. تعالى لي دلوقتي حالا، ضروري اشوفك. لا مش هقدر اجي، ادهم اتقتل لكنني لسه عايشه بترقص وبتشرب. هقتلها، لازم هقتلها. الو الو، ايوه لو سمحت، انا عايز العقيد محمود سالم. ايوه سياده العقيد، الدكتور عصمت كاظم. اهلا بيك يا فندم. انا بكلم سعادتك لان عندي معلومات بخصوص قتل ادهم البرنس. انا عايز اقول لسعادتك ان القاتل مش بس هيكتفي بكده. ايوه في رقاصه تانيه اسمها ناني هيحاول يقتلها. والله يا فندم ده كل اللي اقدر اقوله. لا طبعا، ما هو سعادتك عارف ان شرف المهنه طبعا يمنعني. ما تحاولش يا فندم ارجوك. ايوه انا بس حبيت انبهكم. ايوه ايوه فندم، حاضر، مع السلامه يا فندم، مع السلامه. كفاية عياط يا ابني، اللي راح مش هيرجع. انسى النسيان اكبر دواء، وكلنا جايين من التراب. رايحين لما اقطع راس الحية. سيبها، وربنا هو اللي بيجازي. لو كنت حسيتي باللي جوايا كنت خليتي الدنيا كلها بحور دم واخرت خراب وموت. ما بيطهرش القلوب الا الحب. لازم اقتل ناني، لازم انتقم منها واقتلها، لازم. سيب الانتقام لربنا يا ابني. سيب الانتقام لربنا يا ابني. حد ظبطك عندي هقول لهم ايه؟ هقول لهم ان انت اختي. بس اختي في الرضاعه. قلت لي بقى اسمك ايه؟ ناني. لا خلود،
الراقصة خلود. يقعد لوحده يا خالي يا مشغول البال، وانت باين عليك مشغول البال. اقعدي. تشربي ايه؟ ويسكي. امان ازازة ويسكي كمان. على حد؟ بدور على واحدة اسمها ناني. هي بتشتغل رقاصة. ناني؟ ناني؟ ما اعرفش واحدة بالاسم ده، لكن اعرف واحدة اسمها ناجي. شكلها ايه؟ سمرة وقصيرة. هي بيضة وشعرها اسود كده بيضوي. لا معرفهاش. انسى، انا قاعده جنبك دلوقتي افتكرني. كل اللي بيعرفني بينسى. انت ساكن لوحدك؟ ايوه. وانا كمان ساكنه لوحدي. فيكي منها. يلا بينا. عندي ولا عندك؟ عندك. الحساب. سبقني على الباب فحصل. Thank you.
اسمك ايه؟ ريري. ده اسم الشغل ولا اسمك الحقيقي؟ انت بوليس الادب؟ ها؟ متخافش، ما اسميش نامي. ادهم. ادهم مين ده بقى؟ أوه. حد ما عرفش ادهم؟ بين عليك بقى، ما تعرفش تقرا جرايد. جوزك عشمني بالجواز، خرمت انا وداني. خلي بيكي بقى. ندل، اكبر ندل في الدنيا، والاندال ما لهمش غير الموت، صح؟ هو مات بايديا دول. سيحت دمه وهربت، ضيعني، قتلني بدل المره الف. اوعى اوعى انت كمان تضيعني. يخرب بيتك، فوقتيني. يلا يا رايا، برا برا برا. جايز ولا اكيد؟ اخر مره وهي خارجه من الكباريه قالت لي اشوف وشك بخير يا مدبول. قلت لها انت رايحه فين يا نوار؟ قالت لي انا رايحه اسكندريه، ومن يومها غلط. انما حضرتك بتزعل عنها ليه؟ يا بيه يا بيه. جاي لك يا ناني، جاي لك، جاي لك يا ناني. لو سمحت يا مدموزيل. ايوه يا فندم. في عندكم نزيله هنا اسمها ناني. ناني؟ ناني ايه؟ ابراهيم السيد. لا مفيش. حضرتك متاكده؟ ايوه. سوزي هم اللي بيرقصوا في المحل هنا، ودول درجة أولى، حتى سوزي بتشتغل في السينما. أي خدمة تانية دي؟ Thank you.
انتوا عندكم رقاصه هنا اسمها ناني؟ لا. الله، ما هي دي صورتها؟ دي خلود ودي نرمين، هم دول عندنا. آنساتي سادتي، الآن مع راقصة الموسم وكل موسم الراقصة خلود. مش معقول